اليوم انا سعيد جدا انني غنكون متواجد في قفطال الفخامه ديفيلي اللي جاتني الدعوه من الاداره، وكنشكرهم طبعا على الدعوه انني نتواجد مع الجمهور الشمالي الطنجاوي والناس كلها اللي غتحضر من المغرب. بزاف الناس يعني الفنانين اللي دعموني في البرنامج، يعني كانت واحد الحمله كبيره من طرف الفنانين المغاربه، من بينهم يعني ما نقدرش نذكر كل شيء، يعني كنشكرهم من هذا المنبر هذا، ولكن نذكر مثلا الفنانه اللي معنا اليوم دنيا بطمه اللي دعمتني من الاول ووصلت لي رسائل خاصه في الانستغرام، من بينهم الفنان سعد المجراد اللي كذلك تواصل معايا ودعمني، نجاة عتابو، حياة الإدريسي، أسماء المنور، هدى سعد، سعيدة شرف، بزاف الأسماء، بزاف اللي كنشكرهم بزاف. هو بالنسبة للون اللي كنأدي كما شفت في برامج، يعني أديت جميع الألوان. الأندلسي هو طبق فقط من بين الأطباق اللي كنت كنغني، وحاولت أني نفرض ذاك اللون في الوطن العربي. وبالنسبه للسوق هو غيكون ان شاء الله ستيل اللي هو جديد كيحمل البصمه ديالي الخاصه. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.